بما أصابهم ورفع المنزلة والدرجات وتكفير السيئات، وكما أنه دعاية صامتة لهذا الدين. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض إعادة هذه الكلمات في بعض الابتلاءات التي ستمر بها الدعوة الإسلامية بعد ذلك في مراحل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أشد الناس كان إيلاما وإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل عمرو بن هشام. وعمر بن هشام الذي يسمى أبو جهل هذا كان رجلا كبيرا وذو مكانة ويعني ذو صدارة في قومه، ولم يكن من الرجل الذي قد يظهر من اسمه أنه يعني أبو جهل فكان رجل ليس له مكانة، أو هذا كان جاهلا بالدين فعلا وجاهلا في ذاته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الرجل كان مصدرا في قومه، له مكانة وله منزلة. فقال يوما: يا معشر قريش، إن محمدا قد أتى ما ترون من عين دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه عن أحلامكم وسب آبائكم، إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله، فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني. يعني أنا أكسر رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فأسلموني، يعني خلاص أسلموني لبني هاشم حينئذ أو امنعوني ودافعوا عني. فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره، وغدا عليه صلى الله عليه وسلم كما يرقد إلى صلاته، وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل. فلما سجد صلى الله عليه وسلم احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع، ورمى حجره من يده. فقام إليه رجال من قريش فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ يعني تعجبوا من هذا الفزع الذي أصاب أبا جهل. فقال: قمت إليه لأفعل ما قلت لكم، فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل، والله ما رأيت مثله قط، هم بي أن يأكلني. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك جبريل، ولو دانا لأخذه. هذه الرواية فيها ضعف في سندها، وروى العلماء بعض الروايات التي هي أصح في ذلك، أن أبا جهل زعم أنه لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليطأن على رقبته. يعني هذا عدو الله عليه من الله ما يستحقه، فهذا يعني زعم أنه يطأ رقبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى لرسول الله وهو يصلي، فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه، يعني قاعد يرجع إلى الخلف ويتقي بيديه، يشير بيديه أمامه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار، ولولا أو بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. هذه رواية صح في السند، وكلا الروايتين تدل على شدة إيذاء أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم. الرواية التي ذكرناها التي مذكورة في الكتاب دي تعتبر محاولة اغتيال بالمفهوم العصري والمفهوم الحديث. هذه محاولة اغتيال، ان هو ياتي بحجر كبير ويكسب به رأس الرسول صلى الله عليه وسلم فيموت، وهذا هدف يعني قد يكون ما زال اعداء الدين الى يومنا هذا يعتمدونه على محاربة الدعوة الإسلامية. ما تجد يعني رجل كبير مصدر في دعوة او في جهاد او في القيام بالدفاع عن الدين او الا وهو يعرض، وهذا متواتر،
هذا متواتر حتى الى يومنا هذا، فتجد رموز كثيره كالشيخ احمد ياسين رحمه الله تعالى وكاحسان الله ظهير عليه رحمه الله الذي كان يقف امام الشيعه وغيرهم من العلماء الذين يتعمد ان يغتال او تدبر لهم محاولات قتل قامضه لا يعلم بعد ذلك ما الذي قام بها. فهذا السلاح يستخدمه اعداء الدين الى يومنا هذا في يعني كد وفي ايذاء المسلمين وفي محاوله منع المسلمين عن ايصال كلمه الله سبحانه وتعالى. هذا ايضا يوضح مدى النداء الشديد الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعرض له. الرسول بيجهر بالحق وبيقول كلمه الحق وبيدعو الى دين الله عز وجل حتى ولو كان ذلك سيؤدي الى قتله واغتياله، حتى ولو كان ذلك سيؤدي الى اصابته هذه الاصابات الشديده البالغه ان يدعو هذا الرجل ان ياتي ويطأ رقبه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع ذلك الرسول لم يتراجع ولم تتزعزع ثقته في الله سبحانه وتعالى. وهذا ايضا يدلك على شيء في ان كلا الروايتين سواء الصحيحه او يعني التي في سندها ضعف، كلا الروايتين تدل على ان الله سبحانه وتعالى ايد نبيه تاييدا ربانيا، ارسل ما رد كيد هذا الرجل عنه ولم يرجع الا لما راى يعني الفحل من الابل كما في الروايه التي فيها الكتاب او على الروايه الصحيحه راى هولا ويعني اجنحه واشياء خندق من نار كانه سيؤكل او سيموت من هذه الاشياء. ففي كلا الموقفين تاييد من الله. هل هذا التأييد خاص بالنبي محمد فقط؟ لو هذا التأييد وإن جندنا لهم الغالبون، وعد الله سبحانه وتعالى يعني عباده المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذا وعد رباني للأنبياء والمرسلين ولعباده المؤمنين المتقين إذا ما ساروا على درب النبي ونهج النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صلاته في البيت. التطبيق على الدعوه ده شيء مستمر من منذ بدايه الدعوه، هذا شيء واضح، يعني انا عن الصلاه في البيت في المساجد 80 متر 90 متر نفس الصوره، ده بينهى عن الصلاه وده بيقفل المسجد، فهي نفس الصوره. فقال له مره بعد ان راه يصلي: الم انهك عن هذا؟ عن ان انت تصلي في البيت؟ سبحان الله، الصلاه فرق معاه في ايه؟ هذه هي طبيعه اعداء الدين، الى يومنا هذا يغتاظوا ويحدث نوع من انواع يعني الفوران والغليان في قلوبهم لما يروا عباد الله يصلون ويبنون المساجد. فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول وهدده، فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى تهديدا له في سورة اقرأ: كلا لئن لم ينتهي لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهذا لا تطعه واسجد واقترب، هذا أمر للمؤمنين يعني المستضعفين في كل وقت وفي كل حين. هذه الآية توضح الصورة التي ينبغي أن يكون عليها رد المؤمنين الذين يؤذون في سبيل الله. كان الطبيعي في هذه الحالة أن هو لو على تفكير الجبناء وتفكير الضعفاء وتفكير الناس الذين يحاولون دوما أن يأخذوا بالحلول السلمية والحلول التي فيها يعني زيادة من أنواع الانبطاح، خلاص يكون أمر الله عز وجل له أن أنت يعني صلي البيت، ويعني خلاص بلاش ان انت تعرض صلاتك امام القوم حتى لا يؤذوك ولا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مهد دعوتك فتسقط الدعوه الاسلاميه. تمام، ومع ذلك يامره الله سبحانه وتعالى امرا واضحا يثبت به رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا لا تطيعه. هذا الامر الى يومنا هذا لما ياتي احد ينهاك عن دعوه تقوم بها او عن اقامه صلاه او عن نشر دين او نحو، لا تطيعه، لا تطع في الرد او لا تطع ولا تنبطح لهؤلاء الذين يعني يريدون هدم دعوة الإسلام وهدم الدين. وهذه خطوات متوالية: كلا لا تطعه واسجد واقترب، استمر في عبادتك واستمر في طريقك واستمر في دربك تعلن دعوة الله سبحانه وتعالى وتقوم بحق الله سبحانه وتعالى. ومن أديته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخاري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي، فقال أبو جهل: ألا رجل يقوم إلى فرث جزور وهو الأحشاء الداخلية، وفي بعض الروايات إلى سلى جزور، إلى سلى جزور بني فلان أو فرث جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد؟ إذا شديد جدا يعني تخيل هذا الموقف. الأمر إحنا بنقرأ هذه الرواية وهي محفوظة وقد تعودنا عليه، ولكن هذا أمر شديد في غاية الإهانة. تخيل أنت وأنت بحالك وانت لست يعني بشيء يقارن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت لو فعل بك هذا الموقف ان انت وانت تصلي في مسجدك او في بيتك ياتون بهذه القارورات ويضعوها على ظهرك،
منتهى الإهانة. وهذا ده ما يحدث في المسجد الحرام. يعني نقول العالم كله بيسمع بهذا الخبر. ليه؟ لأن المسجد الحرام هو قفلة الناس، ويتوافد إليه الناس ويأتون إليه من كل مكان. فلما يعلم ذلك إهانة عالمية، يعني ليست مجرد حادثة أو واقعة هتحدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء وينتهي الأمر، بل هذه إهانة سيصل صداها إلى العالم كله، أن محمد الذي يدعو إلى دين جديد يفعل به كذا وكذا وكذا في مكة. فهذه مصيبة من المصائب. فلذلك قام عقبة بن أبي معيط، وفي بعض الروايات فقام أشقى القوم. هو أشقى القوم فعلا لما يقوم ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإيذاء. فوجاء بذلك الفرث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنقاه على النبي. فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم على مقاومة عدوه. متخيلين يا جماعة هذا الضعف؟ مش مفيش حد قادر فيهم إن هو يقوم فيتحرك، مجرد إن هو إيه؟ مش هيقوم يتعارك معهم أو يقوم يتشاجر معهم أو يدافع، ده مجرد فقط إن كل الناس قاعدة وشايفة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمامهم وهو يلقى عليه هذه الأمعاء أو هذه القدرات. طب هل هذا في حالة ضعفهم؟ هل هذا يعني يكون لوم لهم؟ هل يلوم في هذا الموقف؟ لا لا، ده ضعف، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بغير ذلك. لو قام وفعل ذلك لربما قتل، وهو لم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلومهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، اللي أنتوا ليه لم تقوموا وتدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تحملوا هذا الأذى من الرسول؟ وإنما التي جاءت فدافعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فاطمة رضي الله عنها، فراحت تلقي بهذا هذه القدرات وراحت تشتمهم وهي جويرية. بعض الروايات تقول وجاءت وهي جويرية طفلة صغيرة، يعني عليها بضع أعوام في هذه المرحلة، فجاءت هي التي راحت يعني تنظف جسد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه القدرات وتشتمهم وتغلظ لهم القول. ثم راح النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم عليك بالملأ من قريش وسمى أقوام. قالت مسعود فرأيتهم قتلوا يوم بدر، فرأيتهم قتلوا يوم بدر. هذه المرحلة مرحلة الاستضعاف هتجد فيها هذا الموقف متكرر، ان الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بأذى او الصحابه يصابون بأذى، وكل الذي يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدعاء فقط. لذلك هذه ملاحظه هامه وهي فائده في غايه الاهميه. مراحل الاستضعاف لها عبوديات، لها عبوديات. هذه العبوديات قد اهم ما يكون فيها الصبر وعدم العجله والدعاء، وهذه مفاتيح نصر. هذه ليست ضعف وخوف وجهد من المؤمنين الذين يمتثلون هذه المرحلة، ولكن هذه مفاتيح نصر يفتح الله سبحانه وتعالى بها بعد ذلك على هؤلاء المؤمنين فتوحات لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رد فعل النبي في هذا الموقف اللهم عليك بالملأ من قريش. يعني هذا لا يتصور في حق النبي الذي سنحكي عنه بعد ذلك أقوى الأمثلة وأعلى النماذج من الشجاعة والإخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أشجع العرب، ولو قيل هو أقوى العرب لكان حقا وصدقا، وهيأتي معنا الحديث بعد ذلك عن هذا الأمر. ومع ذلك الرسول يعلم أن استخدامه للقوة أو استخدامه للرد العنيف أو نقول تخليه عن السلمية لو استخدمنا المصطلحات المعاصرة الآن ليس بهذا الموقف، ولن يفيد ولن يقدم نتيجة جديدة ولن يفيد الدعوة ولن يقدم شيء لدين الله عز وجل. فلذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء اللهم عليك بالملأ من قريش. والله سؤال طيب، لماذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه القدرات بيديه؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يصلي، فيعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصلي فلم يشأ ان يعني ينزل هذه القدرات بيده فتحدث حركه شديده من النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا الامر. ولكن لم يرد في الروايه ان النبي هو الذي ازال القدر او القدرات بيده. ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي جهل ان هذا بتاع اجمالا هذا الموقف عجيب من الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مدى جهد وشجاعه وثبات قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بنموذج عجيب. لان الشجاعه يا جماعه الشجاعه مش معناها القوه فقط، الشجاعه معناها ثبات القلب. ولذلك القرطبي رحمه الله تعالى وهذا ان شاء الله نقوله في موطنه في اخر الكتاب لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
يعني في موقف ابي بكر لما ثبت وقال كلماته المشهوره، قال: فدل ذلك على ان ابا بكر هو اشجع الناس. ليه؟ لان الشجاعه ثبات القلب، فهذا ثبات قلب من الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعه. فمما حصل رسول الله مع ابي جهل ان هذا ابتاع اجمالا من رجل يقال له الدراشي، الدراشي يعني بالنسبه الى بعض الاماكن والقبائل، فمطله باثمانها. مطله يعني اخر عليه، فعادت هؤلاء كذا. يعني هو مين اللي هيسرق ومين اللي هيختشي ومين اللي هيؤخر؟ هؤلاء القوم الذين فسدت اخلاقهم وفسدت عقولهم فلم يستجيبوا لدين الله عز وجل. فجاء رجل مجمع قريش، المكان الذي تجتمع فيه قريش، يريد منهم مساعدة على أخذ ماله، فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمونه من أفعال ذلك الشقي بالرسول. عايز حد يرد لك حق؟ أروح للراجل اللي قاعد هناك ده هو هيجيب لك حق. بيستهزئوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بيقصدوا إن هم يعني يجعلوا صدام حاجة من الاثنين، يا إما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له يعني لا أستطيع إن أنا أقوم وآتي بحقك، أو هم يعلمون ايضا ان رسول الله من الشجاعه انه لن يقول ذلك، فسيذهب فعلا الى ابي جهل وسيحدث الصدام ولعل ابو جهل يقتله او نحو ذلك. فتوجه الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه المساعده على ابي جهل. طبعا الرد الطبيعي لاي حد، يا عم انا مالي وخليني في حالي، ده يعني احنا يا دوب بننزل نصلي بالعافيه، اروح اقف قدام ابو جهل بنفسه واقول هات حقك؟ فهذا يعني من قلوب امثالنا يجوز، اما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا محال. فخرج معه حتى ضرب عليه بابا. الرسول صلى الله عليه وسلم راح وطرق باب يعني ابي جهل، فقال: من هذا؟ ابو جهل طبعا يعني نموذج القوه وال يعني الشجاعه عند هؤلاء، وكل موقف يتهدد الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ويظهر عنه اقوى الناس. فقال: محمد. بثبات قلب عجيب. فخرج منتقيا لونه. مين اللي خرج منتقيا لونه؟ سبحان الله، مين المفروض يخاف؟ الطبيعي ان الرسول اللي يخاف. مين اللي خرج خايف؟ ابو جهل، سبحان الله. فخرج منتقيا لونه، يعني منتقيا لونه دي بالعاميه اللي هو ايه؟ وش مصفر. فهذا سبحان الله من الخوف، من شدة الخوف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا الحق. شايفين الجرعة يا جماعة والقوة في الحق وعدم الخوف وعدم يعني ده موطن قوة. طب احنا هنقول طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك في الموطن الذي قبله؟ ده يعني هنا هذا الموطن سيعني من أسوأ الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا الرجل. الموقف الأولاني الرسول هينتصر لنفسه، هو انتصار من الرسول نفسه. الموقف الثاني لا، انتصار للحق. فهذا امر يختلف. الموقف الاول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقدر، مش هتفرق كتير. الموقف الثاني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتصر للحق، للعدل، الا يظلم هذا الرجل، وخاصة بعد ان استجار به الرجل. في بقى معاني الرجولة ومعاني الشجاعة، معاني المروءة، هذه المعاني التي تمثلت في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستجير به هذا الرجل ويطلب ان يساعده في رد حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطي هذا حقه. منتهى الثبات والقوه في هذا القول. فقال ابو جهل: لا تبرح حتى تاخذها، خليك واقف، انا اخش اجيب لك الفلوس. تشعر وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد تاييد لا حدود له، وفعلا هذا تاييد رباني من الله سبحانه وتعالى. فلم يبرح الرجل حتى اخذ دينه. فقالت قريش: وينك يا ابا الحكم؟ احنا بعتينا الراجل عشان يعني ان انت تقتله، مش انت اللي كنت قاعد ويعني عامل نفسك 300 راجل في بعض قبل كده وتقول هتقتله واعمل واسوي، فين هذا الكلام الان؟ فقال: يعني ويحكم، والله ما هو الا ان ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فمرئت منه رعبا. شوف سبحان الله، شايفين يا جماعه الثبات على الحق يؤدي الى ايه؟ يقينا هذه قاعده مستمره، ثباتك على الحق يزلزل قلوب من امامك. دي قاعده مستمره في كل مواطن، يا جماعه ده على فكره في الاسلام وفي غير الاسلام. اقرا اي سيره رجل من السير اللي هي التاريخيه اللي بيتمثل بها الناس من غاندي ولا جيفارا ولا غير ذلك من المناضلين. اقرا ثبات هؤلاء على الحق الذي كانوا يعتقدونه. اقرا سيره هؤلاء ترى ان ثباتهم على الحق ادى الى زلزله كيانات ودول امامهم. هذا يعني سنه من الله سبحانه وتعالى مع المسلم والفاشل الذي يثبت على الامر الذي معه ويتكلم بقوه ويدافع عن مبادئه وعن عقيدته ينتصر.
هذا من الفاجر ومن المؤمن. فلم يرح الرجل حتى اخذ دينه، فقال ويحكم والله ما هو الا ان ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فمرئت منه رعبا، ثم خرجت اليه وان فوق راسي فحلا من الابل، فوق راسه يعني لعل فوق راسه الاصح، ما رايت مثله قط، لو ابيت او تاخرت لاكلني، لاكلني هذا الفحل الذي كان يقف امام ابي جهل. ولكن بعض الناس يقول لك والله يعني لما تيجي يعني تتكلم عن شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم الموقف ده مش مناسب. لا بالعكس، بعض الناس يقول لك اصل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ابو جهل خرج وجد هذا الفحل او هذا الجمل العظيم فيقف خلفه فخاف. لا، الروايه واضحه وصريحه ان مجرد ان طرق النبي صلى الله عليه وسلم بابه وان سمع ابو جهل صوته الا وملئ رعبا من غير ما يرى فعلا ولا يرى اي علامه تدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد وان في شيء قد يصيبه بضرب. فهذه شجاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى مرحله يا جماعه الاستضعاف مش معناها خوف. لذلك دي النقطه اللي احنا تكلمنا فيها قبل ذلك في مرحله الدعوه السريه. قلنا ان الدعوه السريه من الرسول صلى الله عليه وسلم كانت سياسه شرعيه ولم يكن مرحله خوف ولم يكن مرحله اضطراب او مرحله زعزعه فتنة. كانت مرحله سياسه شرعيه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم صفا مؤمنا يستطيع ان هو يقول به بعد ذلك الامه. ومن جماعه المستهزئين ابو لهب ابن عبد المطلب. لما ممكن هتقراها في الكتاب هتجد ان هو من جماعه المستهزئين ابو لهب. خطنا؟ مش هو. نعم؟ ممكن هنا ده صح ان هو من جماعة من جماعة المستهزئين ابو لهب ابن عبد المطلب. ممكن مبتدا وممكن مبتدا معاصر. لا ممكن مبتدا وممكن ايه؟ يعني بدل. بدل. لو بدل هتبقى ابي لهب. لو مبتدا عن الحكايه يبقى ابو لهب، يعني هي صحيحه كما تقراها في الكتاب. فابو لهب العجب ان هو كان عم الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انظر بقى الى موقف هذا العم وانظر الى موقف العم الاخر سبحان الله، يعني ابو طالب وما يعني قام به في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايه الدين سبحان الله. مع فكان يلقي القدر على بابه، على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كان جارا له. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرحه ويقول يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، اي جوار هذا؟ ولكن هذه الروايه ضعيفه. هذه الروايه لم يثبت صحتها. وكانت تشاركه في قبيح عمله، وان كان طبعا اذا ابي لهب للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، ولكن احنا بنتكلم على خصوص هذه الروايه لم تثبت صحته. وكانت تشاركه في هل رؤية أبو جهل للفحل أو لم أو لما وجد لما وجد خندقا، هل هذا يقدر أو يعد أنت كده صح؟ هل هذا يعد؟ ما دايما لما تلاقي السؤال كده تقول إيه؟ يروح لجنبك الجري يبقى هو اللي كاتب السؤال. هل هذا يعد إمهال من الله عز وجل لأبي جهل؟ لعله أرجع الله أعلم. فأبو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجه كانت أم جميل. أم جميل. فكانت كثيرا ما تسب رسول الله، تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتكلم فيه بالنمائم، وخصوصا بعد ان نزل فيها وفي زوجها سوره ابي لهب. هم سبحان الله يعني هذه زي ما احنا قلنا في سوره ابي لهب، يعني في سوره المسد، هذه معجزه من الله سبحانه وتعالى ان يعني يتاكد امر هذا الرجل انه سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك حتى هو لا يحاول ان هو يقول والله طب انا يا جماعه انا اسلمت واتبعت محمد، يبقى الكلام الذي مع محمد هذا كلام باطل وكلام غير صحيح وليس صدق. ولكن سبحان الله من اعجاز الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ان ابا لهب لم يحاول حتى ان هو يسلم، او لم يحاول حتى ان هو يكذب القران بخلاف هذه الايات. ولكن ما ثبت من ايذاء يعني ابي لهب وزوجته وابنائه، ما ثبت من ايذاء عتبه ابن ابي لهب، من إيذاء عتبة ابن أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم،
فذهب إليه وشق قميصه، شق قميص الرسول صلى الله عليه وسلم وتفن في وجهه، ولكن يعني لم يبلغ البصاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فلما خرج بعد ذلك يعني إلى مكان يسمى الزرقاء، سلط الله سبحانه وتعالى عليه سبعا فأكله، فيعني ضربه أو أكله أو نحو ذلك، فمات الرجل. فذبح يعني هذا السبع ابن أبي لهب استجابة لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المستهزئين أيضا عقبة بن أبي معيط، كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل معه كأبي لهب. صنع مرة وليمة، عقبة هذا صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أكل طعامك. شايفين يا جماعة ثبات على الحق؟ لو احنا نفعل نفس هذا الموقف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم فعله هنا، المجتمع هيتغير. فقال: والله لا أكل طعامك حتى تؤمن بالله. فعقبة استحيا، طبيعة العرب أنهم يعني هذا عيب في حقه أن يأتي إليه ضيف ولا يأكل عنده طعام. فلما رأى ذلك تشهد، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. شوف ثبات النبي صلى الله عليه وسلم دفع هذا الرجل إلى أن يتشهد حتى ولو مجاملة. معنى ذلك لو الإنسان ثبت على الحق وذهبت الإنسان بيفعل بعض الأشياء المنكرة، أو بيأكل، واحد بيعمل فيه ربا، واحد بيأخذ رشوة، واحد أنت تعلم أنه يتكسب أمواله من طريقة حرام، ولما جيت تزوره: لا معلش مش هقدر آكل، لأن يعني هذا الطعام أنا عارف أنت بتشتغل مثلا في كذا أو كذا وده من الحرام وكده، أنا جاي أزورك عشان مثلا أحبك أو عايز الود اللي ما بيننا، بس معلش سامحني. وبطريقة فيها لطف ورفق ولين، قال سبحان الله يتأدى هذا الرجل. ممكن سبحان الله يصبت قلبه ويقول لك: طب عنك ما كلت وقعدت واخدلك الكم وخلاص اطلع بره البيت كمان. فده ممكن يحدث في زماننا. اما طبيعه العرب الشهامه التي عندهم والمروءه التي كانت عندهم، يأبى الرجل ان ياتي اليه ضيف فلا ياكل طعامه. فلما بلغ ذلك ابي بن خلف، شايفين بقى يا جماعه صحبه السوق ويعني صداقه السوق، فكان صديقا له، فقال له: ما شيء بلغني عنك؟ بلغني عنك ان انت اسلمت مع محمد. فقال: لا شيء. دخل منزلي رجل شريف، رجل شريف، فابى ان ياكل طعامي حتى اشهد له، فاستحييت ان يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له. قال ابي: وجهي من وجهك حرام، ان لقيت محمدا فلم تطع عنقه. يعني ما دام انت فعلا بتقول الكلام ده، يبقى انا عمري ما هنظر في وجهك ووجهي من وجهك حرام ان لم تفعل كذا في محمد صلى الله عليه وسلم، وتبصر في وجهي وتلقم عينه. فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صحبة السوء، صحبة السوء. هذا الموقف يا جماعة، في بعض الناس دايما لما بنتحدث عن صحبة السوء، وهذا أيضا معنا في قصة وفاة أبي طالب، بعض الناس دايما وخاصة في سن الشباب، ويحدث هذا النقيض في سن الشباب وفي سن الكبار. نقيض الشباب لما تيجي تنصح حد من الشباب: يا ابن الحلال بلاش صحبة السوء كذا، عشان هؤلاء مثلا بيفعلوا كذا، يقول لك: مفيش حد بيضرب حد على ايده وانا عارف الصح، ونحو هذه الكلمات. طبعا لا، هو مفيش حد بيضرب حد على ايده فعلا فيه الخطأ، ولكن مجرد مصاحبة هذا الانسان الذي خلقه سيء او ديانته فيها شيء او لا يصلي او يفعل كذا او كذا من المحرمات، اخت منتقبه التي تكون منتقبه وتسير وتصاحب واحده متبرجه، يكفي ان هي ابسط حاجه هتبدا تتعود على هذه الملابس الضيقه التي تلبسها صديقتها، هتبدا تتعود على هذا المنظر، هتبدا بعد ذلك لعلها تشعر ان انا ليه متشدده بهذه الطريقه وهي ترتدي. ما سبحان الله الشيطان لن ياتي اليك مجرد ان هو يلقي الكلمات على لسانه فتتغير، لا، ممكن وسوسه ان انا ليه بعمل كده؟ ما الناس يا عم هي خارجه وتمام وزي الفل وبيعيشوا يعني حياتهم ويفعلوا ما يريدون، وانا ليه مشتت على نفسي ومضايق على نفسي؟ تعالى نقعد في القهوه الفلانيه ولا الكافيتيريا الفلانيه، لا ما بقعدش، تعالى نخرج في الحته الفلانيه، لا ما ينفعش، تعالى سافر معانا المشوار الفلاني، لا اصل كان عندي درس. طب ليه يا عم انا مشتت على نفسي كده؟ ما تروح تخرج مع الناس دي وتعيش كما يعيشوا. الشيطان مش هياتي لك بكلمات صريحه حتى يعني يقول، بس هي دي مشكله صحبه السوء، ويعني للاسف اصدقاء السوء، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه من ذلك. ومن اشد ما صنعه ذلك الشقي، ذلك الشقي اللي هو مين؟ بما ان انتوا عقوش الكتاب عايزين نبقى مركزين، عقبه بن ابي معيط. ف
ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها يعني في حجرة الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا. دي محاولة إيه برضه؟ اغتيال برضه. دي محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. طيب خلينا بقى يا جماعة ندرس هنا الموقفين. خلينا ندرس هنا الموقفين بتأمل كده ونعم. الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف اللي احنا لسه حكيناه من قليل لما لم يقم احد من المسلمين ولم يتحرك ليدافعوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ثم بعد ذلك قام ابو بكر ودافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نفس الموقف نحطه كده تحت موقف عمار بن ياسر لما نطق بكلمه الكفر وبلال لما اخذ بالعزيمه. يبقى انت في بعض المواطن يعني الامر بالخير ان تاخذ بالعزيمه وان تقول يعني الحق وان خشيت احيانا على نفسك او على الضرر الذي قد يحدث لك او قد يحدث حتى لدعوتك ان لم تخش على نفسك فيجوز لك ان تاخذ بالايه؟ بالرخصه. فلذلك ابو بكر في هذا الموقف خد بالرخصه ولا بالعزيمه؟ خد بالعزيمه وقام ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني تعد من اشد المحاولات حتى لدرجه ان بعض الصحابه لما سئل عن اشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم روى هذا الحديث او هذه الواقعه انها من اشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم. الامر شديد يا جماعه، الامر ليس بسيط. كل لما تسمع هذه الاحاديث وهذه الاثار يعني سبحان الله تحمد الله عز وجل، هترى تطبيق وهترى يعني بلاوي من التي نراها ليل نهار، مع ذلك تقول الله سبحان الله يعني ما زلنا في عافيه فنتمسك اكثر بالدين ونتمسك اكثر بالدعوه ونتمسك اكثر بالعلم الشرعي ونتمسك اكثر بهذا الطريق. فيعني نسال الله سبحانه وتعالى يعني العفو والعافيه. ومن جماعه المستهزئين العاصي بن وائل السهمي القرشي، والعجيب ان المصنف له ايضا حكمه، الشيخ خضري له ملمح طيب في كتابه هذا الكتاب، فكل ما يذكر اسم احد من هؤلاء المستهزئين او الذين اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نسبه، فتجد يعني القالب او كل هؤلاء تجدهم كلهم قرشي. فهذا مما يعني قد يتعجب الانسان لماذا وقف هؤلاء هذا الموقف امام يعني نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقه، فلعل هذا فيه حكمه نذكرها يعني في مره. فهذا والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان شديد العداوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول غر محمد اصحابه ان يحيوا بعد الموت، والله ما يهلكنا الا الدهر. يبقى ده فيه اثبات لان من اهم الاشياء التي كان ينكرها المشركون في بدايه الدعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مساله الايه؟ البعث، مساله الحساب، مساله الحياه بعد الموت، يعني من اهم الاساسيات التي كانت تنكرها عقوله، مساله البعث، مساله الموت، مساله الحساب، ان الانسان سيذهب الى جنه ام الى نار. فلذلك انزل الله سبحانه وتعالى ردا عليه وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. هذا الرجل كطباع هؤلاء الظالمين دوما اخذ دينا من الخباب بن الارت رضي الله عنه، فاتقاضاه اياه يعني طلب خباب هذا الدين من العاص فرفض، فقال اليس يزعم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي انت على دينه ان في الجنه ما يبتغي اهلها من ذهب وفضه وثياب؟ قال خباب بلى. قال فانظرني الى هذا اليوم فساؤتى مالا وولدا واقضيك دينك حينئذ. ده نفس كلام احيانا بعض الناس يجي يقول لك ايه؟ مش انتوا على الحق؟ مش انتوا بتوع الدين والشيوخ والكلام ده؟ طب ربنا ما بينصركوش ليه؟ ما دام انتوا على الدين، ليه تقتيل فيكم وتذبيح فيكم ليل ونهار وتضييق عليكم؟ ما دام انتوا على الدين، فهذا تشعر ان هي نفس النغمه ان هو سبحانه وهؤلاء لم يفقهوا في سنه الله عز وجل. ان الله سبحانه وتعالى حين يبتلي عباده المؤمنين فانه لا يبتليهم حتى يعذبهم، وانما يبتليهم ابتلاء زي ما احنا قلنا ايه؟ ابتلاء رحمه. هذا ابتلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى لحكم أرادها الله سبحانه وتعالى على المؤمن أن يصبر. وأشد الناس ابتلاء عن الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ويبتلى المرء على قدر إيه؟ دينه. فقال الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. من جماعة المستهزئين أيضا الأسود بن عبد يهوذ الزهري القرشي أيضا.
هذا كان من اخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني زهره. كان اذا راى اصحاب النبي المقبلين يقول قد جاءكم ملوك الارض، استهزاء بهم لانهم كانوا متقشفين، ثيابهم رثة وعيشهم خشن. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سخريه: اما كلمت اليوم من السماء؟ ها يا عم الشيخ، ايه الاخبار؟ صح؟ طول الليل والنهار، طول ما تمشي، ايه يا عم الشيخ؟ ايه يا عم الشيخ؟ كلمات استهزاء. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حدث فيه اكثر مما يحدث معنا الاف المرات، لا يقاس. لو الانسان مننا حدث معه عشر معشار الذي حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ده كان يعني ولول وصرخ وملأ الدنيا صراخ. ومن ايضا جماعه المستهزئين الاسود بن عبد المطلب الاسدي ابن عم خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتغامزون على النبي واصحابه. فانزل الله سبحانه وتعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. تقرا الايات دي تشعر بقى بعديها ايه؟ بلطف ونوع من انواع يعني الصبر والرضا واليقين. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ده دوما طبيعه الصراع ما بين الحق والباطل، دوما طبيعه الصراع انهم يتهموا اهل الحق واهل الدين انهم على ضلال وانهم على باطل وانهم كذا وكذا وكذا من الاتهامات الباطله. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون، الى نهايه هذه الايات. فطيب لما اسمع هذه الايات اكتفي بس مجرد ان انا يعني ولا تزيد فعلا من نفسك في معنى الايمان؟ اذا كنت فعلا على الحق فيعني تمسك اكثر بهذا الحق وتمسك باعمال الايمان وتمسك اكثر بهذا الدين واعمل من اجل هذا الدين حتى تكون من الذين يعني يضحكون يوم القيامه ويفتخرون بانهم ثبتوا في هذه الدنيا. من ايضا جماعه المستهزئين الوليد بن المغيره عم ابي جهل، كان من عظماء قريش وكان في سعه من العيش. سمع القران مره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخزوم: والله لقد سمعت من محمد صلى الله عليه وسلم آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو وما يعلى. فقال قريش: صدق والله وليد. ما هذه الكلمات سبحان الله يا جماعة من أجمل ومن ألطف ومن أشد الكلمات بلاغة في وصف القرآن. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ما تجد كلمات يمدح بها القرآن أحلى من هذه الكلمات من كلام العرب. إن له لحلاوة، وإن له حلاوة تجذب النفوس، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر كأنه شجرة تثمر ويكثر يعني زرها وثمرها، وإن أسفله لمغدق لأن غصونها زاخرة وضاربة في الأرض من ثباتها، وإنه يعلو وما يعلى. سبحان الله، كلمات يقول هذا الإنسان الذي لم يلم بدين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قريش: سمع والله الوليد. فقام فأتاه فقال: تزعمون أن محمدا مجنون؟ فهل رأيتموه يهوس أو يهوس؟ وتقولون إنه كاهن، فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعر، فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ وتزعمون أنه كذاب، فهل جربتم عليه شيئا من الكذب؟ فقالوا: في كل ذلك اللهم لا، لم نرى عليه لا جنون ولا هوس ولا سحر ولا كذب ولا غير ذلك. فقال ففكر قليلا ثم قال: سبحان الله، ما هو الا بسحر. يعني هو راح وجاء الى ان اوحى ان الشياطين يلقون الى ايه؟ الى اوليائهم يجادلوكم. فاوحى الشيطان اليه يبقى هذا الرجل ساحر. فانزل الله سبحانه وتعالى مخاطبا لرسوله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، الى اخر الايات التي يعني ذكرت في سوره المدثر. هذه القصة حدثت في بداية موسم الحج. هذه القصة حدثت في بداية موسم الحج أو في قرب موسم الحج. اجتماع من هؤلاء الملأ وقالوا أن الموسم قد اقترب والعرب ستأتي إلى مكة، وينبغي أن تظهروا كلمة واحدة في وصف هذا الرجل. لن يصح ان ياتي يسال رجل فنقول والله ساحر، ويذهب للاخر فيسال فيقول هذا مجنون، فتضطرب الاقوال. فوحدوا الهجمه الاعلاميه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا نفس الطريقه التي واجه بها الاسلام اعلاميا الى يومنا هذا. تجد نفس الشبهه بتردد في كل مكان، نفس الاشاعه بتردد في كل مكان. ده طريقه بسيطه العرب وهم يعني في بساطه تفكيرهم وفي يعني بداوه حياتهم فكروا بنفس هذا الاسلوب، ان احنا كلنا نوحد نفس الكلمه.
على هذا الشخص بنفس الصفه، يبقى الناس تصدق وتلتصق هذه الكلمه بعقول الناس. فيعني حدث ذلك وجلسوا ووحدوا يعني كلمتهم ان رسول الله عياذا بالله ساحر. فسبحان الله يا جماعه، بعد ذلك لما يؤذى الانسان بكلمه او يشتم او يعني يسب او يهان، كل هذه الكلمات هتاتي ايه بالجوار، هذه الكلمات التي يعني ظلوا يتهمون بها النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا طيله هذه الاعوام التي ظل معهم في مكه. وانزل ايضا في قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، وهذه الايات التي في سوره القلم التي وصفه الله سبحانه وتعالى بالاهانه والذل والاحتقار لهذا الرجل، وكفى به وصفا ملاصقا له الى يوم القيامه. هم حاولوا ان يلصقوا التهم والكلمات الباطله برسول الله، واراد الله سبحانه وتعالى بمشيئته ان تمحى كل هذه الكلمات ولا تنسب ابدا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى الى الان الى يومنا هذا. حتى الكفار الذين لا يؤمنون بدين محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيعون ان يقولوا ان محمد ساحر الى يومنا هذا. ولكن سبحان الله، بل بلغ من اعجاز دعوه النبي صلى الله عليه وسلم انه حين يؤلفون ويصنفون يقولوا ان محمد هو اعظم البشر، حتى ولو لم يسلموا ولم يدينوا بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يعني قريش بدات تغير في اسلوب المواجهه. يعني برضو نقول ملاحظه قالها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ان غالب كل مراحل الايذاء البدني للرسول صلى الله عليه وسلم لم تحدث الا بعد وفاه ابي طالب. هذا قول ابن كثير رحمه الله تعالى. وان كان لا يمنع يعني ان يكون قد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لبعض مراحل الايذاء البدني، وذلك على يعني خلسة لم يكن أبو طالب يكون حاضر للمشهد أو نحو ذلك، فلعل ذلك يحدث أيضا قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يستبعد أن يظل يعني أو تظل قريش طيلة هذه العشر سنوات إلى أن مات أبو طالب لم تتعرض إيذاء بدنيا للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فكرت قريش في فكرة أخرى، بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى اليهود في المدينة، وهؤلاء هم اهل الكتاب، واذهبوا واسالوهم يعني هل فعلا هذا الرجل نبي ام انه يكذب. وقالوا لهما اسالاهم عن محمد وصفا لهم وصفه واخبراهم بقوله. قل لهم والله قول هذا الرجل كذا وكذا وكذا ووصفه كذا وكذا وكذا. فلما ذهبوا الى اليهود، قالت اليهود لهم سالوه عن ثلاث اشياء: عن رجل طاف يعني رجل من الدهر الاول طاف الارض مشارقها ومغاربها، وسألوه عن الروح، وسألوه عن فتية يعني دخلوا في كهف كذا وكذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه تأييدا له قصة أصحاب الكهف أو فتية الكهف في سورة الكهف، وقصة ذي القرنين، وبعد ذلك يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في سورة الإسراء. ولكن هذه الحادثة لما حدثت تأخر الوحي في النزول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، حتى راحوا يسخرون من رسول الله. وقيل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غدا أخبركم بهذا الخبر، ولم يستثني، لم يقل إن شاء الله. فلذلك فكأن الله سبحانه وتعالى عاتبه وألمه بأن تأخر الوحي إليه عدة أيام. فإن شاء الله نكمل يعني بقية القصة غدا، وما فعل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معاذ.